بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أصدقائي طلبة المرحلة الثالثة بقسم الفيزياء، تحياتي لكم وأمنياتي لكم بكل قلبي، إن شاء الله تكونون بصحة وسلامة وبعافية، وإن شاء الله هاي الأيام تكون تجربة واختبار لنا حتى نشوف صبرنا وحتى نشوف وعينا وثقافتنا باتجاه تجاوز هذه المحنة. الله إن شاء الله يعدينا بخير وسلامة ويعديكم منها ونكون بأتم الصحة والعافية. بالحقيقة أنا أعتذر من عندكم، ما قدرت أتواصل وياكم الفترة الفاتت، المفروض كان المحاضرة تكون من يوم الاثنين، لكن للأسف صار شوية إشكال عندي بالحاسبة وصارت مشكلة فما قدرت أنزل المحاضرة. إن شاء الله اليوم راح نتكلم على موضوع مهم جدا وهو الـ Optical Resonators. نكمل كلامنا على الـ Optical Resonators، لكن الآن راح نجي نفصل ونجزئ أنواع الـ Optical Resonators. عندنا عدة أنواع أساسية، إذا أردنا نصنف المرنان البصري يصنف إلى عدة أنواع أساسية. التصنيفات الأساسية الثلاثة هي ثلاث أنواع، التصنيفات الأساسية اللي نعتمد عليها لما نريد نشتغل كليزر. التصنيف الأول هو مرنان ذات المرايا المتقابلة أو ذات المرايا المتوازية، المرنان متحد البؤرة أو متحد متحد البؤرة، والمرنان متحد المركز. كل واحد من ذني المرنانات المرانين شو تريدون تسموها، ماكو إشكال ماكو فرق، كل واحد من ذني الريزونيترز راح نجي نناقشه ونفتهم تفاصيله ونفتهم طريقة تكوينه. طبعا أولا مثل ما تعرفون احنا لما حكينا على المرنان قلنا تعريفه هو عبارة عن وضع مرآتان، أوكي، بلين أور كيرفد، ممكن تكون هذه المرآتان مستوية أو منحنية، وهنا منحنية نقصد بها ممكن تكون كونفكس، ممكن تكون كونكيف، ممكن تكون محدبة أو مقعرة، خلال خط أو محور مرور شعاع ليزر أو محور انتشار شعاع الليزر. إذن formed usually by placing mirrors plane or curved to the axis along the laser light propagation. إذن يتكون من خلال وضع مرآتان، هذا المرآتان مرآتان ممكن يكونان مستويتان أو منحنية خلال محور امتداد شعاع ليزر. طيب هذا التركيب مالته يتكون بالتالي، اولا بلين بيرر ريزونيتر او ما يسمى بالفابل بيرو ريزونيتر، مرنان متوازي المستوي، مرنان متوازي المستوي هو عباره عن زوج من المرايا تو ميررز سيت بيرل تو ان انذر، هو عباره عن زوج من المرايا توضع واحده مقابل الاخرى. تمام، هذا المرنان شكله كالتالي، مرآة اولى نفترض انها هي ميرور M1 وهاي ميرور M2، مرآة مستوية موضوعة واحدة متقابلة الأخرى وتنفصل بينهما مسافة، تقدر هاي المسافة ب L. طيب an approximation the modes of the of these resonators can be thought as a superposition of two plane electromagnetic waves propagating in opposite direction along the cavity axis. إذن بطريقة تقريبية أو بطريقة افتراضية إنه الأنماط الخاصة بهذا المرنان ممكن أن تفهم أو ممكن أن تدرس على أنها عبارة عن عملية تراكم للموجات الكهرومغناطيسية المستوية التي تمتد باتجاه متعاكس خلال اتجاه بتعاكس خلال اتجاهها خلال محور الحاوية البصرية كافيتي أكسس. طيب من خلال هذا الافتراض أو من خلال هاي النظرية أو من خلال هذا الافتراض راح نحصل على ما يسمى بالريزونانت فريكوانسي، ما يسمى بالترددات الرنينية، واللي ممكن أن تحفظ أو ممكن أن تعطى من خلال العلاقة ما بين الطول الموجي وبين طول الكافيتي، طول الحاوية، بين طول الحاوية وطول الموجي، وهو عبارة عن عدد صحيح من نصف طول الموجي. إذن طول الحاوية شرط حتى نحقق هذا النوع من المرنان، يجب أن يكون طول الحاوية هو عدد صحيح انتجر نمبر وبوزيتيف لازم يكون من نصف منه الطول الموج، فراح يكون ممكن واحد فواحد شو تكون لمدة over 2، ممكن يكون اثنين يعني لمدة، ممكن يكون ثلاثة لمدة ونص، ممكن يكون أربعة اثنين لمدة، ممكن يكون خمسة اثنين لمدة ونص، وهكذا. تمام، هذا الشكل مالته. وطبعا عندنا فد شرط مهم جدا أن يكون المجال الكهربائي هو شرط للموجات الواقفة عندما تكون قيمتها صفر ما بين المرآتان. طبعا قيمة V أو النيو آسف هي عبارة عن مجرد نغير المعادلة هنا، نسوي اللمدة هو سي أوفر ميو ونحط المعادلة فتكون بالشكل التالي.